اكثر شيء يكره المدافعين هو لعب بهذا التراب. كرة تمشي باتجاه الحارس، هدف مبكر وفتح التسجيل، اسعلوها منذ البداية، هدف من الرمية الأولى. تبارك الله عليه، لا يتوقف عن الجري أبدا مطلقا. يبدل كرة على اليسار من اليمين، الفرصة السانحة للهدف. محلاه اللاعب لما يتغلب على نفسه وينجح في هز الكرة تعدي المرمى وهدف. يبدل كرة على اليسار من اليمين، كرة رائعة وجول. ممكن يسجلها، الله على هدافه، أنيق ودقيق جدا. يفشل في كرة المباراة والمباراة تنتهي.